أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن تحية المسجد، هل تؤدى في أوقات النهي ومتى وقتها؟ وإذا لم يتيسر أن تؤدى هل تسقط؟ تحية المسجد سنة ليست واجبة على قول الجمهور، وإذا فعلها في غير وقت النهي فهي سنة مستحب، وأما وقت النهي فهو محل خلاف بين العلماء، فإن صلاها لا بأس وإن تركها فلا بأس، لأن كل من الحالتين له مستند من الأحاديث، والعلماء مختلفون في ذلك. نعم.